فبيسكلي لو احنا مثلا بنبص على الماندتوري مودز اوف انفنتيليشن كويس، هلاقي مثلا عندي مثلا لو انا بتكلم على الحاجات اللي بتكلم عليها دي كلها حاططها هنا في في في, في تيبل كده، يعني ممكن التايم فاريبل بتاعي، ممكن الانسبيراتور سايكل بتاعنا يبقى تايم اوكي، او عاده بيبقى تايم، كنترول نفسه ممكن يبقى فوليوم او بريشر اوكي، التارجت او الليمت فاريبلز ممكن تبقى بريشر او فوليوم اوكي. فممكن انا لكل واحده من المودز اللي في المانداتوري مودز دي ممكن احط لها بالظبط الليستنج بتاعها هي هنا ايه بالظبط. هنلاقي مثلا لو احنا بصينا مثلا قارنا دول ببعض، الاثنين دول ببعض اوكي، لو انا بصيت على الاثنين دول هلاقي ان دي متسميه هنا حاجه اوكي، ومتسميه هنا حاجه ثانيه خالص اوكي، يعني بسمي هنا اي بي بي في اوكي في دريجر اوكي، وممكن ان انا اتكلم على كنترول مانداتوري فنتيليشن اوكي، او كنترول مود فنتيليشن، او انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، يعني ممكن يبقى الاثنين دول نفس الكلام بالظبط اوكي. ففي حاجات كده بتبقى نفس برضه الحاجه الاي بي بي في، ممكن الاقي في حاجات تبقى برضه فيها اختلافات بين دي وبين دي، نفس الاي بي بي في بالظبط هو نفسه بتاع دريجر اوكي. فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان احنا نقدر نملى التيبل دوت لاي مود احنا عايزينه اوكي، ويبقى هو ده الريفرنس بتاعنا مش الاسم التجاري، لان الاسم التجاري الحقيقه ممكن يبقى خادع شويه. فلما باجي اعمل مناقصه في حاجه زي كده او احط مواصفات عشان ميكانيكال فنتليتور، بحط مواصفات ان تيرمز اوف التيبل ده، احط فيه المودز اللي انا عايزها